الله بقى لنا واحد 8 كولومين وصول اوزون ان شاء الله. شوف اخويا الجبال الطبيعه. انا اخويا انا السي الزبداوي. انا اخويا انا علاش بغيت نجيب الاخوان. حنا دابا كنتواجدوا في اوزون ان شاء الله. حنا غادي نهبط الاوزون، حنا غادي نهبط ليها. اسمع لي الشلال، اسمع لي المياهات. الجو هذا هو الرئيس الكبير، تحياتي ليه الخاصه. انا بلا ما تشوفوا وجهي كنخلع. انتما كتشوفوا الطبيعه هالميه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا أنا الرياس المياه الدولية. أي 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 الخلابة. أي 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 أنا السي الزبداوي خي حرشاوي. أنا أخويا وضح لي مراساتك. أنتم الإخوان غادي نجي وغادي نشوفوا الطاحونة، الطاحونة اللي كتخدم بالماء. وأنا هاي الطاحونة، طاحونة تقليدية. سي جواد عميد الفريق كما كتلاحظوا معنا. سي جواد والشلال. جواد احسن جواد في العالم. وي ياي وي ياي وي ياي. اين نحن؟ اين انتم؟ انا الرياس، انا الرياس.
انا اخي ادريس. مرحبا مرحبا الف مرحبا. يلا ادريس تلحتو تلحتو تلحتو. انا عاوتاني على السكنه. سير نمشيو اخي ادريس لي غورج، نمشيو نكتشفو لي غورج. غورج كاينين ورا هاد الجبل، غادي نمشيو نكتشفوهم دابا معاكم. انا لي غوط، نمشيو نكتشفو لي غوط. كنكتشفو. مرحبا بكم في أزود، جلالة أزود. مرحبا بكم في برنامج كنكتشف بلادي، الحلقة الثالثة بعد عين سردون وبين الويدان. نحن الآن في منطقة جلالة أزود، متواجدة في أزيلال، منطقة أزيلال، إقليم أزيلال. أتمنى تستمتعوا معنا ودعمونا باش نزيدو نكتشفو معاكم مناطق أخرى. الحلقة الجاية إن شاء الله غادي تكون كبيرة، تنكتشفو نخليوها سوق خيمان ياك. يمكن كيف هو يحطبو؟ لا تا هذا راه كيسقيو منه، كيسقيو قالو الزيتون. هذا شنو هو؟ هو راه ديالهم، راه ارض صبيه ديال ارض ديال الماليه. شوفوا من هنا كاين الحجر، غنقزو من الحجر. اجي عندك غير شويه. ها شي يزلق، هادشي كيزلق. حتى الأرض فيها ديك سميتو الخضورية كتزلق. أنا نكتشف واحد الطريق أخرى.
صافي ماشي مشكل نهبطو من هنا من هنا غادي نتا نهبطو معاك اسيدي نغامرو معاك واش غدير نغامرو اخي ادريس هوبا نمشي نقطع خصني نشوفو منين قطع من تما وقيلا ما دوزناش سير شوف تما اجي جاي واحد الحجره لا وار ما كاينش منين شو الحوت شو الحوت اش داير هنا اوه شو 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 صغير شي كان عندنا سنادر كنت دزنا سير شوفوا الله من هي لك عطينا مين بعيدة من هي كاين واحد الحجرة كبيرة ولكن بعيدة سيروا عندك تزرق تزرق كاينة ارجع نشوف نكتشفوا من ليه يا رب شو من ليه نشوفوا ربما ارجع بلا ما نضيع الوقت ارجع نقدروا نكتشفوا شي طريق لهيه نقدروا نلقاو شي طريق لهيه شو حاول نقز هذه اللي ناشفه فوالا اللي باقى الطريق راه تقدر تكون شي خرجه قطعوا بالفلوس هذه 100% انا قلتها لك كانوا مصايبينها
هذه فايت ديز منا. صحابيه بهذا وراه هي اللي قطعها. هذا شفت بها الحيوانات يوريكم وين تدوس. خايفين على بنتها. هادي راه خفت انا نتلاح اليوم فيك. لا ها لا زين غير المعزول رانا منين قطع؟ والمعزول رانا منين قطع؟ عندك تجيب الرفع أنا الإخوان هادو هما لي غوش. أخيرا وصلنا لي غوش. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
اجي من هنايا باش تشوف الديكور كي داير. ها لا هنا باش تشوف الديكور. علاش صافي انا قاعد نشوف الفيديو. ها لا ما انا هذو هما لي غورج متواجدين في اواخر شلال اوزود. يا سلام على هذه الصوره. شوف 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 عوامي شوف عوامي التالية. يا سلام طالع رفع. ها